They need to combine the mechanism and function of adaptive immunity. For example, as we mentioned before, albizia recognizes extracellular antigen. واضح؟ دائما ممكن يكون بروتين، ممكن يكون كربوهيدرات، ممكن يكون ليمت، تمام؟ بكتيريا، البكتيريا توكسين. التيل بتكت انتراسيلر انتيجين، دائما بكون بروتين اونلي، بكون دائما انتراسيلر هنا، اوتسايد اكسترا سيلر، توكسين، بكتيريا، اكسترا سيلر هنا، تيزر اورجنايز انترا سيلر انتيجين. طيب الميكانيزم اوف اكتيفيشن بتجي الانتيجين از انجلد باي الانتيجين بريزنت سيل، الانتيجين بيصير لهم جفمنت الانتيجين بريزنت سيل، وبتعمل له شيء بروسيسنج وبتقدم البريتايد بتاعه لشنو؟ شنو؟ للتي سيل، التي هيلبر، هو التي هيلبر سيل اكسلنت، بتقدمه للتي هيلبر سيل. هنا دخل عندنا حاجه جديده اللي هو اسوسييتد ويز ذا ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 1 اند ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 2، نشوف هي الميجر دي. لكن هنا دخلت لنا حاجه جديده انه البيبتايد ده عشان يقدموا للتي سيل بيكون مرتبط لي مع حاجه اللي هو ميجر هيستو كومباتيبلتي، ميجر هيستو كومباتيبلتي 1 اند ميجر هيستو كومباتيبلتي، تمام؟ وبيقدموا لنا شنو؟ التي سيل ريسبتر، بيكون الشغل كله عن طريق الريسبترات، تمام؟ طيب البي سيل كوجنايز اكسترا سيلور انتيجين ويزاود انتيجين بريزنت، يعني في الهيومرال الهيومينيتي ما في انتيجين بريزنتيشن، تمام؟ مع انه قلنا امبارح عندنا سام سيل بي سيل اللي بيسموها بروفيشنال انتيجين بريزنت سيل بتقدم البي سيل تعمل له انكمبمنت، تعمل له ايش؟ برزنتيشن للتي سيل. التي سيل لكن هنا بنتكلم عن شنو؟ عن الهيومرال اميون ريسبونس. واضحه يا شباب؟ واضحه؟ واضحه يا شباب؟ واضحه النقطه هذه؟ واضحه؟ طيب بروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيل، امبارح تكلمنا عنها، قلنا ذا اونلي سيل كابل اوف اكتيفيت تي سيل، ده بتكون في البريفرال ليمفويد تشو. امبارح احنا قلنا الليمفويد تشو اورجان، قلنا شنو؟ سبروما، السايموس، ليمف نود، والليمف نود، والسبلين، وشو؟ والبومبر. طيب البومبر والسايموس البرايمر ليمفويد هو المكان اللي بتصنع فيه البي سيل والتي سيل. هو بيسلم فيها برضه ماتيوريشن، لكن السكندري هو البريفرال الليمفويد تيشو اللي هو السبلين والليمفونوت والسبلين والليمفونوت مع البرايمر سبلين والليمفونوت. في حاجه ثانيه اللي هو التونسلز، تمام؟ طيب هم بروفيشنال انتيجين بريزنت سيل ثلاثه، دندريتك سيل وماكروفيج وبي سيل. في المباراه قلنا هو سموها بروفيشنال انتيجين بريزنت سيل، بروفيشنال انتيجين بريزنت سيل. طيب الدندريتك سيل امبارح مانشن اتس موست امبورتنت اند افيشنت انتيجين بريزنتنج سيل، ذا فانكشن از انتيجين بريزنتيشن بريزنت. طبعا قلنا هو موجود وين؟ اند سكين. هو وين؟ ميوكوزا. في الميوكوزا وفي اللانجا، صح؟ لانجا حمراء. موجود هناك. طيب الماكروفين هي طبعا بتكلم عنها هي فاجوسيتيك سيل، زي ار كونتريبيوت ان ادابتيف اميون ريسبونس ثرو ذا بريزنتيشن اللي هو ثرو ذا اكشن اوف انتيجين بريزنتنج سيل. بتقدم الانتيجين بريزنتنج سيل بتقدم الانتيجين لشنو؟ للتي هيلبر سيل. طيب البي سيل سيل تي بي سيل كان انترلايز، برضه ممكن تعمل انترلايز الانتيجين ويتش باين تو بي سيل ريسبتر. البي سيل ريسبتر دائما بيكون انتي بودي، دائما اي بي سيل البي سيل ريسبتر بتاعه بيكون انتي بودي، يعني بيكون الاي جي جي، تمام؟ طيب ان بريزنت ان كومبليت ويز ذا ميجر سوماتيك كومبليت تو، هنشوفها بعد. طيب انتيجين بريزنتيشن هي الدندريتك سيل ده الانتيجين، تمام؟ شال عملت شنو؟ انكفل جوه حصل له شنو؟ بروسيسنج وكان ده جزء من شنو؟ من الانتيجين اللي هو في شكل شنو؟ في شكل شنو يا شباب قلنا؟ بيبتايد في شكل بيبتايد بتقدم لشنو؟ للتي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل هيحصل لها شنو اكتيفيشن؟ هنشوف بعدين هيحصل لها شنو اكتيفيشن بتعمل شنو؟ طيب وضحت يا شباب؟ طيب نيجي للميجا هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، هي عباره عن بروتينز موجوده في السيل سيرفيس اوف اول بودي سيلز، اي خليه من خلايا الجسم. بيسموها برضه هيومن ليكوسايت انتيجين اتش ال اي، هيومن ليكوسايت انتيجين، لانه سموها هيومن ليكوسايت انتيجين اول مره اكتشفوها في الليكوسايتس، لكن سموها هيومن ليكوسايت انتيجين. بتكون في الكروموزوم نمبر 6، تمام؟ عندها 3 تايبس، لكن في معظم الكتب بتلاقوهم اثنين اللي هو ميجا هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 1 اند ميجا هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 2. 3 ده يعني ما عنده سيرتنج ان سيرتنج، يعني ما عنده وصيف كده. طيب ميجا هيستو كومباتيبلتي كومبلكس انكودد باي اتش ال اي جين اللي هو دي الصوره، ميجا هيستو كومباتيبلتي بلس 1 اتش ال اي اي اتش ال اي بي اتش ال اي سي اللي هو ده بلس 1، تمام؟
ده كلاس 2 كلاس 3 موجود بين زين ده كله كروموزوم نمبر 6 طيب اللي هو ده اللوكيشن بتاعه encoded by HLA ABC زي ما شفنا الان موجوده وين اهم حاجه موجوده in all nucleated cells موجوده in all nucleated cells الماركر دي موجود في اي خليه في الجسم فيها نيوكليوس تمام طيب الميجر هيست كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2 ميجر هيست كومباتيبلتي كومبلكس كلاس 2 تمام اللي هي دي هنا موجوده encoded by HLA B هنا لو ما حسبنا اللي هو ايش HLA B هنا دي بي دي ام and so on. طيب اللي هو HLA DB DR and DQ classes. وين موجودة أهم حاجة؟ إنها موجودة في البروفيشنال and team presentations. دي موجودة وين؟ تايب 2 موجودة وين؟ لا تايب 2 موجودة وين؟ في البروفيشنال and team presentations اللي هو شنو؟ البي سيل والماكروفيج شباب دي أهم حاجة عشان الكلام اللي بعديها كله معتمد على الموضوع. مجالس كومباتيبل كومبلكس تايب 2 موجوده في البروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيلز. الكلاس 1 موجوده وين؟ نيكوليتد سيلز. طيب المجالس كومباتيبل كومبلكس تايب 3 لوكيتد بتوين كلاس 1 اند كلاس 2. دكتور يعني هذا ريسبتور عباره عن مولكيولز على سطح الخليه موجوده في سطح الخلايا موجوده في كل سطح اي خليه مجالس كومباتيبل كومبلكس ما هو موجود عشان كده لما يعملوا الاعضاء صح نشوفها لازم يعملوا اتش ال اي تايبنج يعني انا مع اي واحد من الثاني عندي اخوي او عندي ولد عمي عزم طلع عليه لازم يعملوا تقارب الاسئله طب بس يعملوا شنو؟ يعملوا اتش ال اي تايبنج اللي هو هيومن لوكسايد انتيجين اللي هو مجلس كومبيوتر كومبلكس تايبنج يشوفوا مدى التطابق بين الاخوين بين الدونر والريسيفين بين المتبرع والمستمع لازم يشوفوا الحاجه دي الفانكشنز اللي بيت فانكشن بتاعتها اللي هو انتيجين برزنتيشن لانه احنا قلنا اي انتيجين بيرتبط معاه وبيقدم لايه؟ للتي هيلبر سيل تمام واضح يا شباب؟ طيب عندها في الجراف ريجكشن اللي هو في رفض العضلة اللي هو في نقل العضلة اللي هو في الراس لما يكون انا عشان كده قلت لازم اعمل ماتشنج بين الريسيبيانت والدونر اعمل اتش ال اي تايبنج بين المستقبل والمتبرع تمام؟ لما يكون في مس ماتشنج دائما هيحصل له ايش؟ الاورجان هيحصل له ايش؟ تمام برضه استخدموها في الطب الشرعي في يعني مثلا البنت دي بتنزل لابوها ما ابوها بتقدر يستخدموا ايش بيستخدموا الشغل ده ايش واضح يا شباب واضح ازاي الزمير فانكشن او زي ما يجي اسمه بدوري الانجليزي طيب نجي الان في صميم الشغل بتاعنا عندي كلاس 1 بروسيسنج باس واي كلاس 1 لو بقول كلاس 1 وين موجوده؟ اول انفلويتد سيل شوف الان كيف بالطبيعه وحتقدم لواحده من تي هيلبر سيل تي سيل ولا تي هيلبر سيل تمام طيب الفيروس وين بيعيش داخل الخليه سبوز انه دي خليه خليه انفكتد باي فيروس تمام الفيروس جوا الخليه تمام بيجي يحصل له شنو قلنا عشان نتيجه عشان يبدا في سطح الخليه لازم يحصل له شنو بروسيسنج بيجي جزء من البيبتايد اللي هو موجود في الفيروس تختلط ليه مع الميجا اسكوماتيكوم نفسه الموجود وين؟ في الاون نيوكليتد سيل في الاون نيوكليتد سيل تمام الانتيجين يرتبط مع المجهز كومباتيبل كومبلكس ويقدم في سطح الخليه لشنو؟ هنا في ليه اتمدي هيبر سيل هنا شويه احنا كنا تغيرين التي سايتوتوكسيك سيل امبارح واحد سالني قال لي السي دي 4 والسي دي 8 شنو صح؟ وبعد كده سالني فدي التي سايتوتوكسيك قلنا الماركر بتاعها اللي اهم حاجه الماركر بتاعها اللي هو سي دي 8 التي سايتوتوكسيك التي سايتوتوكسيك الماركر بتاع سي دي ايه لكن التي هيلبر ماركر بتاع سي دي 4 فدي هنا هيحصل ايش؟ بروسيس للانتيجين الفيروس بيبتايد ترتبط مع الميجا اسمه بيدر كومبلكس وتقدم في سطح الخليه بسطح الخليه تمام؟ تقدم لشنو؟ للتي سيل توكسيك سيل اللي هو الماركر بتاع شنو؟ سي دي 8 سي دي 8 تمام؟ هي الخليه مثلا دي الفيروس بيبتايد ترتبط مع شنو؟ مع الميجا اسمه بيدر كومبلكس تايب 1 تمام يا شباب؟ معاي؟ تايب 1 ارتبط معاه دي هنا في السيلف سيرفيس دي البيبتايد هنا نفس البيبتايد بدل ما يجلس كومبتيبل كومبلكس اللي هو كان جوه الخليه موجود في السيلف سيرفيس دي هنا في السطح بتاعه مرتبط مع البيبتايد ويتقدم لشنو؟ للتي سايتوتوكسيك سيل اللي هو الماركر بتاع شنو؟ سي دي اي هنا طوالي حصل بين الريسبتر ولا الريسبتر طوالي سي سايتوتوكسيك تي سيل طوالي التفريزيه شنو؟ الكارنزايم والبيرفورين هو اللي بيعمل لي سيركولايز للفايرال افكتس تحت الشباب تحت الشباب هي ميديكس كومباتيبلتي كومبلكس بروسيسنج 1 تحت الشباب واضحه
نمشي ل 2. طيب 2 بلس 2 اللي هو احنا قلنا يعني سم باسبيريك بكتيريا ريبليكيتد ان انتر سيلولار اللي هو عمليه الفاجوسايتوزيس. الفاجوسايتوزيس اللي قلنا بتجيب عندك الفاجوسوم والفاجولايزوم عندك بيجيبيسوم ذا بيبتايد. الكلام ده داخل شنو؟ الماكروفاج. يعني هي واحده من شنو؟ الانتيجين بالذات الجنسيه الموجوده الميديس كومبلكس تايب شنو؟ تايب 2 تمام؟ جه هنا ارتبط برضه غير التراثيه هنا الصوره الاوضح. ده اللايسوزوم ده انتيجين لايسوزوم عندك جزء منه بالتايب جه ارتبط مع الميديس كومبلكس تايب 2 لانه دي ماكروفاج تمام؟ واتقدمت لشنو هنا؟ للتي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل الماركر بتاعها شنو؟ سي دي 4. سوري سوري سي دي 4 تمام. هنا هو راح يحصل اكتيفيشن لل تي هيلبر سيل. هو اتعمل ليش وانت تعمل اكتيفيشن للماكروفاج دي تعمل انجلفمنت الكيلينج للانترا سيلولار انتيجين اللي هو بكتيريا. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ طيب هو طيب هو واضحه ثلث ثلث بيز الاساس. واضحه يا شباب؟ واحد عنده سؤال نمشي لقدام. واضحه؟ طيب خلاص انتهينا من الكلام ده. يعني نمشي شويه كده في الانتي بودي. يعني مين بودي مين بودي قلنا عباره عن شنو؟ خمسه نيوترون. ده انتي لايك بروتين. وقلنا عندكم تايب؟ خمسه. فايف تايبس. طيب الاي والحاجات دي جت من وين؟ التايب دي شنو؟ الاي دي شنو؟ قلتوا اي جي اي واي جي دي واي جي ام واي جي دي واي جي دي دي شنو؟ الدي دي شنو؟ والاي شنو؟ الدي اختصار لدلتا. دلتا اللي هو دي هيفي. طيب ده يعني الاستراكشر بتاع الميلوغلوبولينز. الميلوغلوبولينز بتتكون من فور بوليبيبتايد شين. بتتكون من اربعه بوليبيبتايد شين. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اي واحده منهم يعني واحده من الهيفي جين مع الهيفي جين دي متقلين بدايسلفايد بون. دايسلفايد بون. واحده من الهيفي جين مع اللايت جين دي مرتبطه بالدايسلفايد بون. شكلنا فور بوليبيبتايد 1. الهيفي كين ديل بيسموا بينهم الاميونوجلوبولينز. يعني لو كانت الهيفي كين دلتا معناتها الاميونوجلوبولين هيكون شنو؟ اي جي ودي. اي جي اختصار لشنو؟ اميونوجلوبولينز. الدي اختصار للهيفي كين. الاي هتكون شنو؟ لو كانت دي دلتا الفا الفا. الجي هتكون شنو؟ جاما. جاما اكسلنت. الاثنين ده شويه كده الاي ابسلون ولا ثاني شنو؟ يعني شنو؟ الام يو يو ام يو دي دي الاثنين ده كيف بقى دي الفيلم. هي دي الهيفي كين هو بيكون من فوت بول بتاعت جين. هيفي كين جوين تو ذا وان هيفي كين جوين واز وان لايك كين ويز دايسلفايد 1 برضه واحده من الهيفي الثانيه برضه مع دايسلفايد 1 تمام؟ واحده من دي الهيفي دي مع الهيفي دي بتطلع لي دايسلفايد 1. عندي هنا جزء من حاجه اسمها هايبر فاريبل ريجون. هايبر فاريبل ريجون اللي هو المنطقه اللي بترتبط بها هنا في هيفي جين وفي اللايت جين. دي المنطقه اللي بترتبط بها الهيفي جين. هي عنده الشكل بتاعه عامل واي شيب. الجزء اللي فوق ده الجزء اللي فوق ده هنا وهنا ده الجزء الانتيجين بايند انسايد بيسموه ايش؟ فا فا الجزء اللي فوق يعني الانتيجين ممكن يرتبط هنا وممكن يرتبط هنا اللي هو في الهايبر فاريبل ريجون من الهيفي جين ومن اللايت جين. وضحت؟ تمام. والجزء التاني بيسموه اف سي. اف سي ده اللي هو بيأدي لها الفانكشن بتاعت الاميونوجلوبولينز. اي واحد عنده فانكشن معين. اي واحد من الاميونوجلوبولينز هاد ديفرنت فانكشن فروم ذا اذر. الجزء اللي فوق اسمه شنو يا شباب قلنا؟ فا. والجزء التاني اسمه اف سي. الجزء اللي فوق بتاع شنو؟ الفا بتاع انتيجين بايندينج سايت. انتيجين بايندينج سايت. الاف سي ده الفانكشن اوف ذا اميونوجلوبولينز. وضحت يا شباب؟ وضحت؟ وضحت؟ ما دام نتكلم كثير ما راح ادخلوه في سنه ثانيه. طيب اللايت جين متكون ليه من 200 امينو اسيدز الموليكولار ويت بتاعتها 25000 كيلو داتوز عندها تو تايبس. اللايت جين برضه عندها تايبس يا كابا يا لامبا. يا ممكن تكون كابا يا لامبا. ممكن في اي واحد منهم تكون يا كابا يا لامبا لكن ما في ما الاثنين بيكونوا في واحد. يعني ممكن الاي جي اي ممكن يكون فيه كابا ممكن الاي جي دي ممكن يكون فيه لامبا لكن ما في واحد فيهم الاثنين تمام؟ طيب الهيفي جين لانه هيفي امينو اسيد شويه الموليكولار سايت بتاعه شويه الموليكولار تايب اول حاجه كبير وكميه الامينو اسيد زياده 5 تايبس جاما الفا ميو دلتا ان ابسلون كروس بوندينج تو ذا 5 ايزو تايبس اي جي اي جي اي جي ام اي جي دي ان اي جي. طيب
قلنا عنده تو ايدنتيكال اللي هو فراجمنت انتجين بايند سايت يوزر 4 وايد للوايد يوزر 4 فارتبط انتجين هنا وارتبط انتجين هنا. فالاف سي فراجمنت اللي هو فراجمنت كريستلايزبل اللي هو في ايش؟ هو ديفرنت ايزوبايت. طيب الفانكشن بتاعت الاف سي اللي هو الجزء بتاعي قلنا بتاعت الفانكشن اوف ذا انتي بودي اند كومبلمنت فيكسيشن. الحاجة واحدة من الكومبلمنت فيكسيشن دي واحدة من الوظيفة بتاعته. الحاجة الثانية اتاشمنت تو ذا سيل، يعني امبارح لما قلنا الماسر طبعا يكون عنده ضروره في شنو؟ اهم حاجه عنده ضروره في شنو؟ مع الهستامين الهايبر سنسيتيفيتي. تمام؟ كيف الهايبر سنسيتيفيتي؟ لانه هي هو الماسر. تمام؟ عندها اف سي ريسبتر، اف سي ريسبتر، اف سي ريسبتر موجود فيها هيرتبط مع شنو؟ مع الاف سي بورشن بتاع الاميون جلوبولينز. صح؟ يكون عندنا فا وعندنا اف سي، هي عندها ريسبتر للاف سي بورشن، الاف سي بورشن بتاع الميون جلوبولينز. فهي ماستر يجي الانتيجين اللي هو ذرات الغبار العاديين. تقوم تجي حتنزل وين؟ حتنزل في الفاب. صح؟ حتنزل في الفاب سايت. طوالي حتعمل شنو؟ اكتيفيشن للماستر على التفريزيه الهستامين، والهستامين بعدها حتعمل شنو؟ السيمتومز والساين بتاعت اللي هو بتاعت ايش؟ الهيبرسنسيفيتي اللي هو مثلا زي الازمه. تمام وضحت شباب؟ وضحت؟ وضحت الاف سي والاف سي الفار والاف سي. وضحت يا شباب؟ واضح يا شباب؟ الفار اللي هو بيرتبط الاف سي بيرتبط مع الاف سي ريسبتر، هي هو اف سي بورشن الانتي بودي بيرتبط مع الاف سي ريسبتر اللي هو في الافكتر سيل. الافكتر سيل هم ماستر، ممكن تكون بيزوفيل، ممكن تكون ايزينوفيل، يحصل لها ايش؟ ديجرانيشن، يطلع لها الهستامين او تطلع لها الجيتا الموجوده فيه. وضحت يا شباب؟ وضحت يا شباب؟ طيب نجي نمسك كل واحد منهم الوظيفه بتاعته شنو؟ نجي الاي جي اي، الاي جي جي مونو ميريك، يعني شنو؟ بس كده. تمام؟ ويتش زي فور ديفرنت سب كلاس، اي جي اي و2 و3 و4، عنده اربعه سب كلاس. هو اكثر اميون جلوبين بيكون موجود في البلد، اكثر اميون جلوبين بيكون موجود في البلد في السيركوليشن. تمام؟ واهم حاجه انه بتجي في الاكسكيوز دايما، اهم حاجه سواء كان عندنا هنا او في الهيئه بعدين ذا اونلي انتي بودي كان كروز ذا بلاسنتا عشان يدي المناعه من الام لشنو؟ للطفل. هو الوحيد اللي بيختار ليه البلاسنتا وبيدي المناعه للطفل. تمام؟ هو شنو؟ الاي جي جي. تمام؟ البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته الاوكسنايزيشن، اذكروها امبارح كنا بنقول شنو اوكسنايزيشن؟ عشان كوتينج الانتيجين اسيرتيت فاجوسايتوزيس. وفاكر قلنا اكثر واحد لو تذكرها قلنا اثنين عندي كومبلمنت اي اي جي جي وعندي سي 3 بي اللي هو تبع الكومبلمنت. قلنا الكومبلمنت هم نوعين الاوبسينين، يا كومبلمنت في 3 بي يا اميون جلوبولين اللي هو اي جي جي. واضح يا شباب؟ ثاني عندكم كومبلمنت اكتيفيشن برضه هو هذا رول عند كومبلمنت اكتيفيشن. طيب الاي جي ام بين نامين تمام معانا شنو؟ خمسة مرتبطات مع حاجة اسمها جي جي، خمسة مرتبطين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب ده عنده هاو ماني انتيجين باين انسايد؟ كم؟ 10 أي واحد؟ وهذيك دي واحد صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عنده 10 انتيجين باين انسايد لأنه هو شنو؟ بنتامين خماسي. تمام؟ هو responsible of primary immune response. هو مسؤول هو لما تجي الاي جي جي بين ما قلنا مسؤول مع شنو؟ مع secondary immune response. يعني لما تجي يعني انا مثلا لو رايح اشوف الانفكشن دي برايمر ولا سكندري اعمل تحليل من البلد اشوف الميروجلوبينين دي كل موجود. لو لقيت اي جي ام indicate of recent infection. لو لقيت اي جي جي معناها indicate of secondary or كورونيك انفكشن. صح؟ صح؟ صح يا شباب؟ انديكيشن اوف كورونيك انفكشن، يعني دائما الاي جي جي بيكون مع كورونيك انفكشن. الاي جي اي بيكون مع الريسنت انفكشن. طيب هل نقرص بلاسنتا؟ ما زي الاي جي جي. تمام؟ هو ريسبتر للبي سيل اللي بيسموه بي سيل ريسبتر. يعني اي بي سيل الريسبتر الموجود فيها عباره عن اميون جلوبولين اللي هو اي جي تمام؟ طيب most efficient immune globulin is agglutination. الاجلوتيريشن ده رياكشن يعني برضه هتعرفوه السنه البدايه
اكثر واحد اللي هو انا لو داير مثلا اشوف البيشنت عنده مثلا اي ديزيز عنده البكتيريا ولا ما عنده بكتيريا بعمل ادوبتيشن تيست مره عليكم ادوبتيشن تيست. ادوبتيشن تيست ده يعني واحد من الرياكشن اشوف هل في بكتيريا في السيره مثلا انا شاكي في طلال صح؟ عبد الله شاكي في عبد الله انه مثلا عنده اي انفكشن فاكتب تحليل للمختبر يقول لي ادوبتيشن مثلا كانت البكتيريا ستريبتو بايجين بتعمل لي صور صوره تعمل لي صور صوره فعند عند حاجة اسمها ASO بدرسها. فأنا عشان أعمل أشوف البكتيريا الموجودة هل هي ASO بتنزل ASO بعمل الأجلوتينيشن بأخذ من البيشن سيرام من عبد الله أخذ منه السيرام بتاعته من الدم وأجيب بكتيريا جاهزة بكتيريا جاهزة الدقيق السيرام ده يكون في أنتي بودي لو حصل رياكشن بيكون فيزيبل الرياكشن ده اسمه شنو أجلوتينيشن. أكثر واحد most efficient immunoglobulin adaptation لنا عنه بنتامين لأنه إيش إكسمن بنتامين تمام برضو هذا رول in complementary station. طيب ال IgA ميجر immunoglobulin هنا موجود في الإكسترنال secretion زي الميلك وزي السلايف تمام عنده two form monomeric ودايميريك monomeric ودايميريك يعني ممكن يكون أحادي ممكن يكون ثنائي مرتبط بـ IgH. طيب البيولوجيكال فانكشن ده بيكون موجود وين؟ في الميكروزال سيرفيس يعني هو بدافع عن الميكروزال سيرفيس لو في حاجه خشت عن طريق مثلا الميكروزال ريسبيرتري هو الطوال بدافع عنه يعني حاجه معروف انه الاي دي اي دائما بدافع بيكون موجود وين؟ في الميكروزال سيرفيس لو دخلت مثلا اني بكتيريا او اني انتيجين روزا ريسبيرتري سيستم هي ويل اتاك ذيس. وضحت يا شباب؟ وضحت؟ طيب الاي دي الاي دي لحد الان برضه قالوا انه موجود في البي سيل ريسبتور لكن بيكون في اما تو سيل اما تو بي سيل لانه هناك دي بي قلنا شو الاي جي يعني واحد موجود بي سيل ريسبتور يعني واحد في الايميل قلنا بي سيل ريسبتور الاي جي الاي جي ام قلنا هو معاه الاي جي دي لكن في الاما تو بي سيل تمام ما عنده وظيفه يعني واضح كده الكميه بتاعته تكون لو طيب الاي جي اي برضه من فيري لو ليفل لكن بيحصل له زياده 200 لما تحصل شنو؟ عنده علاقه مع شنو؟ مع الهايبر سنسيتيفيتي ومع الباراسيتيك انفكشن. هو الانتي بودي الكبير اللي كنا مرتبط معاه بيكون موجود يعني الانتي مرتبط معاه بيعمل اكتيفيشن ديجرانيشن للماستر صح؟ كنا هو ده الاي جي يعني الاي جي هو ماسل عن بيزو فيز امبورتنت ان تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو الازمه العاديه وفي الديزينو فيز موست امبورتنت عن بيز باراسيتيك انفكشن. وضحت يا شباب؟ وضحت يا شباب؟ طيب الفانكشن اوف انتي بودي او وظيفه الانتي بودي شنو؟ عنده الاوبسلايزيشن صح؟ اللي قلنا ايش هو الاوبسلايزيشن؟ بودي اوبس عن بيز وفاسلتين اليوم واحد من الانتي بودي الاي جي جي. طيب الوظيفة الثانية بتاعته انه ايش بيعمل لي؟ ايش؟ نيترولايزيشن اللي هو التوكسين ولا يعني مثلا في بكتيريا يقوم بيعمل لها كودين يعني ده انتي بودي ده فيروس ودي بكتيريا ده مثلا بكتيريا اكزوتوكسين فهو بيعمل لها ايش؟ كودين بيرتبط معاه عشان ما تقدر الوظيفة بتاعته تمام؟ بيعمل لها ايش؟ نيترولايزيشن اللي هو ايش؟ معادلة يعني مثلا ده فيروس ملاحظين هنا ملاحظين حاجة كده اللي هو دي الشكل عامله زي الوايديا شكل عامله زي الوايديا عباره عن اميون جلوبولين اللي هو انتي بودي هنا الفيروس عمل له ايش نيترولايزيشن وهنا بالنسبه للاكزوتوكسين برضه عمل له ايش نيترولايزيشن. طيب الحاجه الثانيه اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت ده عباره عن انتيجين مثلا اي بكتيريا كانت موجوده يعني مثلا بكتيريا طيب ده الانتي بودي بيرتبط مع البكتيريا وبيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت كومبلمنت هذه الادري شنو بتيجي تعمل لي لايسس للسيل وول اوف ذا بكتيريا عن طريق حاجه اسمها ايش ماك اللي هو ايش اسمه ايش ميمبرين اتاك كومبلكس يعني ايش هي بيجي الانتي بودي يرتبط مع البكتيريا دي بكتيريا ده الانتي بودي بيدي البكتيريا ده الانتي بودي يرتبط معاها عمل اكتيفيشن للكومبلمنت دي الكومبلمنت دي كنت تعمل لها حاجه اسمها ايش ماك اللي هو ميمبرين اتاك كومبلكس تقوم تعمل لي شنو؟ تعمل لي باور ان ذا سيل وول اوف ذا بكتيريا يعمل لها بيحصل لها ايش؟ ربشه باور لايس. وضحت يا شباب؟ اللي هو دي شنو؟
activation of that complement. Depends the killing at one of the complement fixation. الأول والثاني IgG والثاني IgA ترى الاثنين هم بيعملوا ايش قديش اللي الكومبلي. طيب في الاجريجيشن رياكشن اللي قلنا الان شايفين هي عبارة عن بكتيريا لكن ما مختصة مع بعض، انا ما بقدر بشوفها بالعين على مجرد، فبيجي الانتيبودي ذات تربط بين السيل دي بكتيريا شايفينه هنا بدي انتي جين بايندينج سايت واحد وده انتي جين بايندينج سايت واحد ربط بين الاثنين صح؟ تمام؟ وده الثاني دي مره ربط بين دي وبين دي وده ربط بين دي وبين دي، فبقت في مجموعه من البكتيريا مرتبطه مع بعض عن طريق الانتي بودي، فده بسموه ايش؟ اجلوتينيشن. انا بقدر بشوفها في التيست في المختبر تشوفوه بالعين المجرد اسمه اجلوتينيشن رياكشن. طيب برضه ثاني ستار دي كل الفانكشن بتاعت الانتي بودي ستار بروسيس ذات ليد تو رايز اوف ذا وايت بلاسوجين اللي هو اسمه ايش؟ IDCC antibody dependent cellular cytotoxicity antibody dependent cellular cytotoxicity دي نفهمها كيف؟ الانتيبودي دي ناتشورال كيلر سيل، الناتشورال كيلر سيل بتشتغل مع شنو؟ الروتين بتاعتي شنو؟ مع شنو؟ مع الكانسر، وثاني مع الفيروس انفكت السيل صح؟ من بعد بيقول الناتشورال كيلر سيل بتشتغل ليه مع الكانسر سيل ومع الفيرالي انفكت السيل. طيب دي كانسر سيل ودي الناتشورال كيلر سيل هتكون كيف مع بعض يعملوا اتاك للعمر وكيف على بعض؟ بيجي ده الريسبتر بتاع اللي هو الكانسر سيل وهيكون شنو يا شباب؟ الريسبتر شنو الموجود؟ في الاول نيوكليتد سيل اللي هو لا الاول نيوكليتد سيل الكومبلكس بتاع البول تمام؟ ودي الناتشورال كيلر سيل موجود فيها الريسبتر بتاعها تمام؟ يجي الانتي بودي دايما بيكون اي جي جي تمام؟ بيعمل زي كوبري بيناته بين الكانسر سيل وبين الناتشورال سيل دي كانسر سيل ودي الناتشورال كيلر سيل تمام؟ ده الفاب الفاب بورشن بيرتبط دايما مع شنو يا شباب؟ الفاب بورشن بيرتبط مع شنو؟ مع الانتيجين صح؟ الانتيجين عباره عن شنو؟ اللي هو الكانسر سيل وفي الاف سي بيرتبط مع شنو؟ اللي هو بيرتبط مع 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 الاف سي ريسبتر اللي هو موجود وين؟ في الناتشورال كيلر سيل. اول ما ترتبط بيناتهم يعمل لي الكوبري ده طوالي بيحصل اكتيفيشن للناتشورال كيلر سيل، الناتشورال كيلر سيل برضه تعمل لها حاجه اسمها جرانزايم وبيرفورين يعمل لها لايسنس للفيرال انفكشن. وضحت يا شباب؟ وضحت؟ اللي هو دي عمليه اسمها شو؟ انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوكسيسيتي. يعني اسمع الفانكشن بتاعت الانتي بودي شو؟ اوبسنايزيشن ونيترلايزيشن واكتيفيشن اوف كومبلمنت واجلوتينيشن والADCC. وضحت يا شباب؟ This is the main core function of the immunoglobulin. وضحت يا شباب؟ واضح. طيب نجي نشوف شنو الافكتر of the T cell along the cell mediated immunity. Effector of T cell in cell mediated immunity. طيب عندي نوعين، عندي اسيتوكسيك T cell اللي هو دي موجودة عندي زي ما قريت اللي هو the abnormal cell أو viral infected cell. أول ما T cell يحصل لها recognize مع الابنورمال سيل طوالي حتكون ديفرنسيشن ديستركشن انزايم طوالي الديستركشن انزايم بتعمل ايش؟ لايسيس للتارجت سيل اللي هو سواء كانت ابنورمال سيل هو كانسر سيل او فايرال انفكت سيل. كلام مكرر يا شباب صح؟ تمام؟ طيب الثاني دي هيلبر سيل دي ماكروفيل اللي هو دي سيل بتدمير اللي هو دي انتيجين بريزنتنج سيل الانتيجين بريزنتنج سيل عمل انكومبمنت للانتيجين تمام؟ قدمت له شنو التي هيلبر صح؟ احنا قلنا انها تجيب تقدم التي هيلبر سيل، التي هيلبر سيل عملت اكتيفيشن ليها افرزت لي يبقى قلنا الاكشن كله بيشتغل عن طريق السيتوكاينز، الخلايا دي كلها بتشتغل مع بعض عن طريق السيتوكاينز، فبتفرز الانترلوكين 2، الانترلوكين 2 بيعمل اكتيفيشن للانتيجين بريزنتنج سيل عشان تعمل شنو؟ كيلينج للانترا سيلولار انتيجين، الانتيجين الموجود منها اللي جات طلع منه طالعه في السطح بتاعها يرتبط مع النيجاتيف كومبلكس تايب 2 واتقدمت لشنو؟ للتي هيلبر سيل. وضحت يا شباب؟ وضحت يا شباب؟ واضحه؟ واضحه يا شباب؟ واضحه؟ واضحه؟ في سؤال ولا في حاجه؟ واضحه؟ طيب التي هيلبر سيل ذاتها عندها نوعين تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 اللي هو تي هيلبر 1 دي اللي هو قلنا شو؟ افرزت لي الانترلوكين 1 عملت اكتيفيشن للانتيجين بريزنتنج سيل
اللي هو جواها في الانتيجين حصل الاكتيفيشن قامت ريفليشن الانتيجين الموجود انتراسلولار بالنسبه. طيب الدي هيلبر 2 بالتفريز دي انترلوكين 4، الانترلوكين 4 بيعمل شنو؟ بيعمل اكتيفيشن للبي سيل، البي سيل تفريز دي تتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل تفريز دي شنو؟ الاميونوجلوبولينيز. طيب الاميونوجلوبولينيز هيعمل شنو؟ اللي هو اوبسنايزيشن. اهم حاجه يا استاذ انا عايز اجي للاوبسنايزيشن، يعني ده مثلا بي سيل ما ارتبطت مع البارتيكولار انتيجين، يعني ما ارتبطت مع هذول ارتبطت مع هذا، لانه ده كان الماتشنج انتيجين معاها، الماتشنج انتيجين معاها، حصل لها شنو؟ اكتيفيشن. اكتيفيشن طبعا هتعمل اكتيفيشن للبي سيل، للتي هيلبر سيل، التي هيلبر سيل اول تعمل اكتيفيشن لشنو؟ للبي سيل الثانيه الموجوده. تفريز زي واحده تعمل بلازما سيل، واحده ميموري سيل. البلازما سيل هتعمل شنو؟ هتفريز انتي بودي، تمام؟ الانتي بودي هيعمل شنو؟ هيعمل لي كودينج للانتيجين. ما الانتيجين ما هو واحد يا شباب، الانتيجين ما هوش كميه صح؟ هو خلاص ده واحد ارتبط، لكن في كميه حي من برا، تمام؟ لما نعمل له كودينج هيعمل شنو؟ تجي الخلايا البالعه الفاوسيليك سيل تكون ديليشس بالنسبه لها، لانه كودينج مع الانتي بودي فتعمل له انكودينج. الميموري سيل تكون موجوده. لما نيجي الانتيجين ده تاخده المره الثانيه الرياكشن بيكون اسهل، يعني هنا خدوها خدت لها 7 ايام، لكن المره الثانيه لما نيجي الانتيجين بيكون الرياكشن قوي وطوال قد بوقف الانفكشن، ما ينتصر لك حاجه. تحرك شويه حرارات كده لكن الموضوع بعد ذلك ينتهي خلاص تكون المناعه افيشن. طيب ملخص بس الكلام كله حق جانب الباقي ده في الجسم. الانسان يومر الاميونتي قلنا مع شنو؟ مع شنو؟ مع الاكسترا سيلولار ميكرو انت قلنا من الميكروب اور انتيجين. طيب ريسبوندي سيل تكون شنو؟ بي سيل. اما يكون سكريت انتي بودي، الانتي بودي بلوكز انفكشن اليمنت اكسترا سيلولار ميكرو. طيب السيل ديت ميوت، انا عندي نوعين من السيل صح؟ عندي شنو؟ انترا سيلولار اللي هو عندي انترا سيلولار عندي نيوكليار سيل، تي هيلبر سيل وتي سيتوتوكسيك سيل. كلامك صح انت. انا بتعامل مع شنو اول حاجه؟ انه هنا الميكروب شنو؟ انترا سيلولار. الميكروب هنا انترا سيلولار، سواء كانت بكتيريا او سواء كانت فيروس، انترا سيلولار بكتيريا. طيب الريسبوندينج سيل نوعين، يا ايضا تي هيلبر سيل او سيتوكسيك تي سيل. التوكسيك تي سيل بتكون دائما مع شنو؟ مع الفيروس انفكت السيل والتيومر انفكت السيل. التي هيلبر سيل بتعمل اكتيفيشن اللي هو ده في فاغوسيتي جواها في بكتيريا، تمام؟ تطلع جزء منها واحد في البلتايد يقوم يعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل دي اهم خليه، اهم خليه بتتحكم في الحاجات دي كلها. هسه انا هوريكم دايجرام انه بتتحكم في كل الخلايا الثانيه بتاعت الجسم بتاعت المناعه. دائما لما يكون فيها ديفيشنسي خلاص بتكون دائما في الاتش اي في دائما بيكون ديفكت في التي هيلبر سيل. خلاص ديفكت في التي هيلبر سيل معناتها ما في مناعه، ما في مناعه. طيب التي هيلبر سيل هتعمل شنو؟ اكتيفيشن ليش نو؟ الفاروسيتيك سيل الموجوده جواها الانتيجين دي عشان تعمل لي كيلينج للانترا سيلولار انتيجين. طيب لو كانت التكسر الميكروب هنا زي الفيروس ديبليكيت انفكت سيل هتعمل ايش؟ اكتيفيشن كروسبوندينج كروسبوندينج ليكوسايد سيل توكسيك تي سيل. بعد طوال سيل توكسيك تي سيل طوال هتفرزي شنو قلنا؟ ديستركشن انزايم عمل لي لايسيس للفيرال انفكتد سيل. وضحت يا شباب؟ وضحت يا شباب؟ طيب العمليه احنا برضه قايلين نشوف بتاخد كيف؟ يعني كل العمليه دي بتبدا كيف؟ من البدايه انتيجين ريكوجنيشن اللي هو عن طريق ايش؟ انتيجين بريزنتنج سيل تمام؟ الانتيجين بريزنتنج سيل هتقوم هتيجي لانه في سيل ما حصل لك انتيجين نهائيا، ما حصل لك انتيجين نهائيا جديده، ما حصل لك انتيجين بيسموها نيف في سيل ونيف تي سيل تمام. اول مره تلاقي انتيجين، اول مره تلاقي انتيجين تمام. بيحصل لها ايش؟ كولونال اكسبانشن تمام. هي بيحصل لها كولونال برضه هناخدها ان ديتيل من السيل دي. بعد ذلك يحصل لها ايش؟ ديفرنشيشن لبلازما سيل اللي هو انتي بودي برودوسنج سيل ولافكتر تي سيل تمام. الكلام ده اخر كم يوم؟ 7 يوم تمام. طيب بعد ذلك دي هو اكثر اكسيد الفيزيك الانفكتد سيل هتشتغل على شنو؟ سيل ميديتد اميونيتي، يا ايزر تي هيلبر سيل ولا تي سايتوكسيك سيل تمام. الثاني اللي هو الانتي بودي اللي هو دي شنو؟ البلازما سيل هتشتغل مع شنو؟ مع الهيومر الانتي بودي زي شنو؟ انتي بودي والانتي بودي هتنفع شنو؟ طيب خلاص شغلانه تحصل كم؟ 14 يوم بعد خلاص الخلايا دي كثيره وموجوده، حصل لها شنو؟ ابوبتوزس تمام؟ هناك حيكون عندي شنو؟ ابوبتوزس حتكون موجوده شنو واحده؟ ميموري سيل لشنو؟
للبي سيل وميموري سيل للانفكتد سيل ايزر تي هيلبر سيل ولا تي سيل توكسيك سيل. وضحت يا شباب؟ وضحت؟ طيب يا شباب دي بس حاجه حتى في المباراه يا شباب ما منطقه للدفاع حاجه كبيره شو ما عشان نفهم بس الاليه كيف. طيب هي الدنريتك سيل اللي هو شنو؟ اللي هي شنو؟ انتيجين ريزنتنج سيل ها؟ يا انتيجين ممكن كده حصل له بروسيسنج تمام؟ بيبتايد منه يرتبط مع شنو يا شباب؟ الميجر هيز كومبلكس تايب تايب 2 تمام؟ دي هي النايف تي سيل ما قبل كده ما لاقت انتيجين نهائيا تمام؟ ما لاقت انتيجين نهائيا هنا طبعا معاها الاثنين بتتلاقوا الباسوجين نفس الباسوجين ده الانتيجين الموجود هيرتبط لي مع البي سيل برضه نايف بي سيل اول مره تلاقي الانتيجين هيرتبط مع شنو يا شباب؟ البي سيل ريسبتر هو شنو؟ هو شنو؟ ايش الشكل بتاعه؟ هو انتي بودي اي جي اي جي ام نفس الانتيجين ده ارتبط هنا معاه اللي هو جاء نفس الانتيجين ما حيخش واحد هنا واحد عملت له ولا الدندريتكس عملت له بروسيسنج وجابته ليه؟ النايف تي سيل تمام؟ وهنا نفس الانتيجين ارتبط مع ريسبتر اللي هو في البي سيل تمام؟ الاثنين بيحصل لهم شنو بروسيسنج ويتكتبوا هنا دي نايف تي سيل هتتحول لها شنو؟ لتي هيلبر 1 بين جلوبين التي هيلبر 1 هتروح تشتغل عليها على شنو؟ الروتين انترلوكين وتعمل لي اكتيفيشن للفانوسيتيك سيل عشان تعمل شنو كيلينج للانتراسيلولار انتيجين. طيب التي هيلبر سيل الثاني هتروح تعمل شنو؟ الروتين انترلوكين 4 انترلوكين 4 اعمل لي شنو؟ اعمل لي كولون اكسبانشن للبي سيل دي عشان تعمل لي شنو؟ عشان تحصل لها بروفريشن عند فريزي انتي بودي تمام؟ الكلام ده كله يتخزن الانتيجين ده لما يجي للمره الثانيه بتكون الاندكشن اسرع هناخد 14 يوم المره الثانيه ممكن يخلص الحاله. واضح يا شباب؟ حاجة دي بس عشان just understanding ما مطلوب من داش ها just understanding ها كلام الخير ده ما عايز مني. اوكي يا شباب في سؤال في حاجة؟ ان شاء الله بنزل قريب تكون حاجات يعني ام سي كيو بس ده تفاصيل يعني دي تفاصيل ان شاء الله. وين ابو رياض؟ خلصنا شكرا لكم.